المرأة المغربية ساحرة. احنا لسنا ساحرات، احنا عندنا واحد السحر باللسان ديالنا وبالشخصية ديالنا وبالنتولة ديالنا وكيفاش كنهضروا وكيفاش شخصيتنا. حتى المرأة المغربية راه ما كاينش حالها، راه ما كتعوضش المرأة اللي ما تزوجش مغربية، راه هز الضو. هادشي اللي انا كنشوفو. انا اول شيء كنت مزوجة في المغرب، زوجة كوميسار هنا في المغرب، ما كتبش، راس مشاكل وطلب الطلاق، عندي معاه بنيه سميتها ميساء. كذاك الخليجي واخا تزوجت وما بغيتوش اني انا تزوجت بيه وحاولت نبغيه وطلق، طلب الطلاق، جبت معاه وليد سميتو سلطان، وتخطبت مره ثالثه للسوري، وكان هو كيف كنقولوا هذا السوري كان هو اول حب تبعي. مريت بواحد الجرح قوي بزاف، اني انا نبغيك وتبغيني وتعيش معايا وتحس بيا منين كنا ناكل، تعرفني شنو بغيت، منين نبغي نلبس لقاك حدايا، لقاك متابعني كتشوف فيا. هذا هو الحب. الحب ماشي غير الزواج وولاد وطياب ودير، نو هذا ماشي حب. انا بالنسبه لي انا هذا الحب انا ما عشتوش، ديال نوض لباس ودير وطياب وحضي الاولاد، نو عجبت جوج وليدات، بس انا قصي اهم لي وجمالي ووليداتي الحمد لله مربيهم احلى تربيه وكنحب. لا لا، انا كنت مزوجه باماراتي وبالعكس كان كيقدس الاماراتي، الرجل الخليجي كيقدس المراه، واحد كيدللها كيقدسها كيبغيها كيحافظ عليها نو. كاين واحد الفئات هذوك بوحديتهم الاصابع راه ماشي فحال فحال، كل واحد وكيفاش. راه كيف كيقولوا دابا حنا في الخليج معروفه المرأة المغربية ساحرة، حنا لسنا ساحرات، حنا عندنا واحد السحر باللسان ديالنا وبالشخصية ديالنا وبالنتولة ديالنا وكيفاش كنهضروا وكيفاش شخصيتنا. حتى المرأة المغربية راه ما كاينش حالها، راه ما كتعوضش المرأة اللي ما تزوجش مغربية، راه هز الضو. هادشي اللي انا كنشوفو. الله الله اكبر، اش جبتي. انا اول شيء كنت مزوجة في المغرب، زوجة كوميسار هنا في المغرب، ما كتبش، راس مشاكل وطلب الطلاق، عندي معاه بنيه سميتها ميساء، فحاولت اني انا نبدل شخصيتي. وكيقول لك الجرح كيقويك، وانا تعاملت مع جروح قويه جدا اللي دخلت للقلب ديالي والافكار ديالي، فحاولت نخرج منها وخرجت منها وسافرت. عشت في دبي واحد 12 سنة 11 سنة بحال هكاك، والحمد لله تزوجت تما. الزواج ديالي ماشي ان كان مشكل مع الاماراتي، نو ان انا ما عقليتي في شكل واحد الانسان اللي ممكن انا شويه صعيبه بزاف من ناحيه الشخصيه ديالي. انا برج ديالي اسد، مزيوده في 1992 شهر 7 نهار 25، اللي كنحب الاهتمام وكنحب ان المراه تكون لها دور كبير بالحياه يشوفها الراجل، لان احنا معروف سوى اكثر الرجال انه هو المراه عنده كشيء عادي، فانه المراه لما دخلتيش للاحاسيس ديالها وتعمقتي فيها ما كتعطيكش بحالو بيبي المراه. فانا ما كذبش عليك، هذاك الخليجي واخا تزوجت وما بغيتوش اني انا تزوجت بيه وحاولت نبغيه وطلق، طلب الطلاق، جبت معاه وليد سميتو سلطان، والحمد لله اني اهم شيء ولادي فقط. وتخطبت مره ثالثه للسوري، وكان هو كيف كنقولوا هذا السوري كان هو اول حب تبعي. مريت بواحد الجرح قوي بزاف و استقويت وليت واحد المراه قويه،
انا ما كاينش شي راجل اللي غادي يقدر دابا يجرحني ولا يقدر يهدمني ولا يقدر ياثر لي في النفسيه ديالي، ما يمكنش، من المستحيلات. كل واحد كيعيش الحب بطريقه. انا من ناحيه الدراسه ديالي نقدر نقول لكم شنو هو الحقيقه ديال الحب. الحب جميل، الحب ديال واحد المراه كتبغي الراجل انه باش يعطيها داك الحب، باش تحس هي بداك الحب وتحس بانها هي مع رجل، الاهتمام، الشخصيه كتلعب دور ديال الراجل، ان داك الراجل تكون عنده واحد الشخصيه جميله. المراه من النوع اللي كتبغي الراجل اللي يكون صعيب، اللي يكون قوى منها، ما تكونش هي قوى منه. ان الراجل يكون رومانسي، ان الراجل يكون يحس بيها، ان الراجل يكون يفهمها من عينيها، يعرفها شنو بغات شنو ما بغات. الحب كنعيشوه بواحد الطريقه جميله، اني انا نبغيك وتبغيني وتعيش معايا وتحس بيا، منين كنا ناكل تعرفني شنو بغيت، منين نبغي نلبس نلقاك حدايا، نلقاك متابعني كتشوف فيا. هذا هو الحب. الحب ماشي غير الزواج وولاد وطياب ودير، نو، هذا ماشي حب. انا بالنسبه لي انا هذا الحب انا ما عشتوش، ديال نوض الباس ودير وطياب وحدي الاولاد، نو، عجبت جوج وليدات بس اناقتي اهم لي وجمالي، ووليداتي الحمد لله مربيهم احلى تربيه، وكنحب اني انا نكون ملكه نفسي قبل ما نكون الملكه ديال الرجل. كنبغي نكون انا ملكه واميره نفسي قبل ما نكون ملكه رجل. والحب واحد الحاجه صعيبه وزوينه، ما نعرف كيفاش كتعيشوها. انا لاحظت المغاربه كيعيشوها بطريقه ثانيه، الرجال المغاربه والعيالات كيعيشوها بواحد الطريقه ثانيه، ودول الخليج بطريقه ثانيه. الحب احساس كيطلع من الاعماق، الا حسيتي فيه تقدر تحب، الا ما حسيتيش ما تقدرش تحب. هذا هو الحب. انا عشته، درسته مزيان وخديت منه وكليت منه العصا، بس تقويت منه ورجعت مراه قويه حياتي يعني. لا خويا انا مغربيه. انا مغربيه قح. انا غير عايشه تما واحد الفتره 12 سنه عندي في دوله الامارات، واحد 12 سنه درست تماك. عندي عدد الورشات اللي درتها ديال التمثيل، ديال المسرح، ديال الجيمباز، واحد الانسانه رياضيه. كنحماق على الحياه، كنحماق على واحد الحاجه سميتها الاناقه، كنموت عليها. واحد المره فنانه في الدار ديالي، فنانه في الخدمه ديالي، كيعجبني نتفنن في اي حاجه. الا كانت غير الماكله، ما كانت في الطبله وكان فيها واحد تفنن، مشكله كبيره عندي، تكون عندي مشكله كبيره. كيعجبني اي حاجه حتى بنتي دابا ما شاء الله، ميساء بنتي، حتى هي خليتها تتبع الافكار ديالي. حتى هي بالنسبه كنخليها تلعب جيمباز وكترسم وتتبع حتى هي التصوير وهادشي ديال التمثيل. كنبغيت انا بنتي تفوق تكون بحال ماماها، وكندير هادشي على وديت الحب ديالي للفن، وان وليداتي ولا ولدي سلطان انه يشوفني احلى ام بالعالم، ان عندي واحد الشخصيه جميله، واحد التمرد، كنكون امراه في البيت وواحد المراه قويه بحال الراجل في الشارع. نو، انا سمعت هذه الفكره وما متفقاش معها. علاش؟ الا لاحظتي واحد القضيه استاذ فهد، واحد المشكله اللي دابا وقع في المغرب، ان المغرب اي حاجه وقعت كيبغيو يخرجوا على حشومه. حنا المغربيات عايشين في كل العالم، ولو لاحظتوا علينا واحد القضيه، حنا كمغربيات كنتكلموا بكل لهجات وبكل اللغات، لان عندنا واحد القوه وعندنا واحد الجبروت جميل جدا. المغربيات دابا اللي كيقولوا لنا عايشين في الخليج ولا عايشين في، وخصوصا الخليج كنسمعنا، المغربيات اللي عايشين في الخليج سيروا تشوفوا الحقيقه ديال المغربيات، بنات الناس اللي متربيات، اللي خدموا على راسهم، اللي تعبوا على راسهم. كاينين مزوجين ما شاء الله، عندنا مزوجين امراء ومزوجين شيوخ، وعندنا المغربيات العقل المغربي راه ما كاينش في حاله. المراه المغربيه جميله، انيقه،
طباخة، كتعرف متولة، تعرف كيفاش تصرف مع الراجل، كتعرف كيفاش تعيش الحياة، كتعرف كيفاش تبسط الشخص اللي هي كتعيش معه. المرأة المغربية بالعكس دايرة واحد لو شارم في الإمارات ولا سواء الدول الخليجية كلها، كاين واحد الفئات حنا ماشي شغلنا فيهم، كنقولوا الله يستر، واحد الفئات من الفتيات دوك بوحدهم حنا ما مدخلينش فيهم، كل واحد وكيفاش الرزق ديالو، حنا ما نقدر نقول حتى حاجة لأن كلنا وليات والله يسهل على كل واحد هادشي اللي كنقول. وطبعا حنا المرأة المغربية في دولة الإمارات راه كل وحدة ما شاء الله اللي كتلقاها ممثلة، اللي كتلقاها أستاذة، اللي كتلقاها دكتورة، اللي كتلقاها محامية، حنا واحد الفئات كبيرة طبعا نشرفوكم في البلاد. المشوار الفني ديالي إني أنا واحد الإنسانة كنبغي أي حاجة كتعلق بالفن كنبغي نديرها، سواء تصاميم سواء إعلام سواء تمثيل. طبعا دخلت للمغرب تلقيت عدد من الممثلين وعدد من المخرجين وعدد من المنتجين، تعرفت عليهم طبعا واحد تعرف جميل معه، كان مع أستاذ الحاج بوشتة هو منتج جميل، لأني أنا تعرفت عليه إن شاء الله قريب نخدمه مع بعضياتنا. تعاملت مع محمد خيي من أطيب الناس، عجبني الشخصية ديالو وداك الرسم ديال التمثيل ديالو كنحماق عليه. طبعا لجتني واحد الفرصة اني انا نخدم معاه. دريس الروخ هو ما شاء الله عليه فنان ومخرج جميل، اني انا انبسطت في الاعمال وفي القوة ديالو، انه هو ما شاء الله خدم على راسه بزاف، عجبتني داك القوة ديالو الجميلة. وحتى منصور بدري ما شاء الله عليه، يعني تلاقيت هشام الوالي واشتغلت مع الان مع استاذ سعيد خلاف، كان عندنا واحد البرنامج سميتو الصدمه، وهادشي اللي كان. المعرض دابا اللي غادي نديرو في المغرب غادي نديرو في مدينه الرباط ان شاء الله، غادي يكون واحد المعرض ديال الفاشن شو، العبايات والمخاوير كيف كتشوفوا، غادي الخدمه ديالي. بغا ندير شي حاجه في المغرب، وطبعا غادي يكون عندي اعمال سينمائيه وتمثيليه في بلادي وفي وطني، وكنموت عليكم الجمهور ديالي وكنموت على المغرب، كنعشق شي حاجه سمتها المغرب. انا واحد الانسانه ما متكبراش، واحد انسانه عاديه، كنعشقكم وكنحماق عليكم. وجيت للمغرب وحسيت ان المغرب زوين، تعاملت مع واخا انا مغربيه ما كنتش بزاف، منين سافرت واحد 12 سنه ما تعاملتش مع المغرب، نسيت التعامل ديال المغاربه. بس منين جيت لقيت المغاربه جميلين، يعني حسيت بالروح ديالهم جميله، وانا انبسطت منين جيت للمغرب واني انا غادي ندخل ونخدم في المغرب وندير بروجيات وندير خدمه وندير تمثيل وندخل في هادشي ديال المعارض نديرو لكم هنا، وتابعوني ان شاء الله. وكنشكر الجريده اشواقع تي في، لان عاد قريتها دابا اشواقع تي في، حتى هي كنشكرها لان اليوم جات وسمعت شنو كنقول. وكنقول لكم شكرا، وكنشكر كل المخرجين وكل الفنانين وكل الممثلين وكل واحد كيتابعني، وكنموت عليكم المغاربه، وكنتمنى تتابعوني وتشوفوا الاعمال ديالي. وتحياتي للأمن الوطني ديال المغرب، وتحياتي الجمهور الجميل وملكي محمد السادس نصره الله، كنطلب منه الله يشافيه يا ربي ويخليه لنا ويطول ليه في عمره يا ربي، وكنمس عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.